تكوني جريئة راجيني وحكي لهم كل شيء، أحسن ما نحن يلي نساوي هذا الشيء وتخسري كل شيء بحياتك وقتها. بس لوقت ما تعملوا هالشي بيكون مشي الحال، لأنه وقتها بكون حصلت على لكشي. راجيني، لك شو عم تعملي هون؟ أنا فتلت البيت كله عليكي، شبكي؟ شو يعني أنت بدك تضلي واقفة هون؟ الكاهن صار له ساعة عم يستناكي جوا، يلا أنت لازم تجهزي حالك للعرس. ليك سانسكار، العيلة كلياتها هلأ فرحانة برجعتك على البيت، بتمنى أنك تضلك رايق وما تنزعلنا سهرة اليوم مشان ما تخلي عمي يندم لأنه رجعك على البيت. لا 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 لا، أنا ما رح أسكت. راجيني اسمعيني شو بدي أقول. اللي صار صار، وأنا بعتذر كتير. يعني هلأ وبعد اللي عملته سوارة معي، ما ضل لي بهي الحياة غيرك أنتي. أنتي مرتي من اليوم. راجيني اسمعيني منيح، أنا بدي إياك تكوني معي بكل شيء.
وراك شيء؟ لاكشي؟ أتمنى تسامحني لك شي. روحي من هون. ليش سوارة؟ ليش عملتي فيني هيك؟ شو السبب اللي خلاك تعملي اللي عملتيه؟ يعني انت بكل بساطة كان فينك تقليلي وانا ما عاد ورجيكي وشي ابدا. شو وينك؟ لا تقولي اسمي على لسانك، ما بصير تقولي اسمي لأنه هاد مو من حقك أبدا. ليش هيك عملتي فيني؟ لكشي أنت شربان، إني وينك هلا؟ خلص سوارة، خلصنا، وقفي لي هالتمثيلية البايخة هي. لا تحاولي تعملي حالك خايفة علي، عم تفهمي؟ اسمعي، أنا ماني مسامحك، فهمتي؟ لو شو ما عملتي لا تتخيلي إني رح سامحك. لك شي يلا قلي أنت وينك هلا؟ أنا بالشارع. إيه صح. لا تفكريني إني عم أحكي معك منشان تزعلي أو تشفقي علي. أنا هلأ اتصلت بس من شان أقول لك شغلة وحدة. أنا بكرهك سوارة. بالشارع؟ ليش هيك عم تعمل بحالك يا أخي؟ ليش هيك؟ لاكشي؟ عمو الشرطي؟ لك كيفك؟ أنا منيح،
امشي معنا. طيب يلا. وعلى فكرة أنا ماني مشغول. طيب بدك نطلع بسيارتي؟ يلا. اسمع شغلي، أنا بدي أسألك، شي مرة بحياتك حبيت من جوات قلبك؟ إذا ما جربتها بيكون منيح كتير لإلك. أوعك أوعك تجربها شي مرة، لأنه قلبك رح يوجعك كتير وقتها. لا تحب، اشرب. لا منيح. لك أنا رح أشرح لك، وقت اللي بتحب بيكون شعور منيح، لأنه الحب بيعشش جواتك، بس لما هالشي يطلع من قلبك وقتها بتتوجع وبيصير بدك تموت. مشان هيك عم بقول لك انه اوعك تحب. اوعك اوعك لا تحب. ها؟ ليك شو؟ انا لحظة شوي، استناني شوي. انت منيح؟ ايه منيح منيح منيح. سنسكار. شو يا عروس، عم تستني لك شي لحتى يجي؟ سنسكار سنسكار، لك شي وينو؟ احكي فورا شو عملت بلك شي. لك انا مو بس بتمنى له الخير، انا كمان بعرف منيح شو هي مصلحة اخي وشو بيناسبه. ومشان هيك انا هلا عم حاول انه بعده عن المشاكل اللي رح تأذي. واهم مشكلة لازم يبعد عنها هي انت. أنا بلشت بالخطة تبعي وعم نفذها على مهلي هلا. لك ليش هيك عم تعمل؟ مالك شي، هذا بيكون أخوك. شو أنت ما بتخاف عليه يعني؟ إيه لأني بخاف عليه، عم أعمل كل هاي الشغلات مشان حضرتك ما تخربي له حياته. سنسكار، أنت نسيت شو قلت لي من قبل؟ أنت قلت لي إنك ما رح تدخل بحياتي ولا بحيات لك شي. أنا ما وعدتك بهذا الشي يا راجيني، وأنا هلا مالي واقف معك، أنا واقف ضدك هلا. بالتوفيق. سنسكار، اللي أنت ليش هيك عم تعمل؟ مالك شي؟ أنت شو جابك لهون؟ أنا لك شي حكاني وقال لي إنه هو بالشارع، فعرفت إنه سكران أم يجيت. بس أنت ليش عم تعمل هيك فيه؟ سوارة، أنا حكيت مع الشرطة مشان يقبضوا على لكشي لأنه سكران، ما كان قدامي حل تاني. اليوم أول ليلة بزواجه، ولو إنه ضل اليوم مع راجيني بالبيت كان. مشكلة، علاقتي مع لكشي أنا تركتها للقدر والزمن ليحلها، وأنا هلأ ما بدي فرق بين راجيني ولكشي بأي طريقة. فكرة منيحة، برافو. أمشي نروح. يلا يلا. حلو. لك مين عم شوف قدام الكذاب سوارة ما غيره؟ شو جابك؟ لو سمحت بترجاك لا تاخد لك شي، وأنا بوعدك إنه ما بقى يعيد أبدا. أعدم أنت إذا بدك. واو واو، البنت اللي بتكسر قلوب العالم.
جاي بدها تكفل واحد سكران، يمكن تكون شافته مسكين وزعلت عليه. غريبة. لاكشي، بش بعيد. شوف انت، خليك بعيد عني. يعني مفكرين انه هلا انقذتوني من الشرطة فانا بسامحكم؟ لاكشي انت لا تحكي. لك انا لسه ما خلصت كلامي. انا كنت بدي سامحكم بس هلا خلص بطلت. لاكشي لحظة، في شغلة مهمة بدي أقولها. لحظة، أنتوا الاثنين شو عم تعملوا لحالكم بالشارع وبنص الليل؟ أيوة، أنتوا لازم تتزوجوا. هذا الكذاب بيتزوج هي الكذابة. يعني على فكرة انتوا الاثنين كتير لابين لبعضكم، يعني انتوا الاثنين طينتكم وحدة معجونة من الكذب. باي شرطي. لاكشي خلاص. بعدي عني. لاكشي زعلت عليها يا حنون؟ يلا خدها. شو مبسوطة هلا؟ خلاص حرقتي لي قلبي وارتحتي؟ يعني مبسوطة هلا اني عم عاني بسببك؟ كل شي صاير فيني بسببك. انا بحبك الك بس رح اتزوج راجيني. بس هذا الغلط غلطك انت لاكشي، انت لازم تعرف حقيقة راجيني شو هي. لاكشي لا تحكي عن راجيني لانه هي ما عملت لي شي، هي بريئة وانتو عم تفتروا عليها. لو انا ما تزوجت راجيني هلا كانت اكيد رح تموت. لا تحكي، لأنه راجيني ما عملت شيء. راجيني؟ لاكشي انت فقت؟ يلا قوم وانا رح اجيب الشاي لهون. راجيني وقفي. شبك راجيني؟ ليه عم تبكي؟ راجيني طلعي فيني. ايه صحيح، امبارح جيت على البيت وانا سكران. قلي لي شو عملت وقتها؟ لاكشي تقدر توعدني بشغلة واحدة؟ توعدني انك ما ترجع سكران على البيت مرة تانية لو سمحت. آسف. لا لاكشي، أنا اللي لازم أعتذر منك. بعرف انك مريت بموقف صعب كتير
وإنك ما بتحبني ولسه بتحب سوارة لهلأ. أنت قلت لي هالشي بلسانك ليلة امبارح، ما هيك لك شي؟ حاول شوي إنك تتفهم اللي عمر فيه أنا كمان، وحاول ما تخلي قصصنا ولا علاقتنا تنفضح قدام العيلة. عم تهيني وتزغرني قدامهم بتصرفاتك. صح من قبل كنت عاني بعلاقتي معك، بس هلأ الوضع كتير مختلف ولازم نداري بعض أكتر، لأنه أنا هلأ صرت مرتك، وبما أني مرتك لازم يتغير كل شيء. راجيني بترجاكي. راجيني ستة لسوارة تحت وجايبة مع الشرطة. ستي هون؟ وليش الشرطة كمان؟ ما بعرف ليش جايبتهم معه، بس انتو اتنين لازم تنزلوا لتحت فورا. يلا ليش ستي جاي لهون؟ حفيدتي سوارة ضايعة ولها السبب أنا إجيت لهون. طيب ماشي، نحن فهمنا شو هي مشكلتك، بس يعني شو بيعرفنا نحن وين راحت حفيدتك؟ ليكو ليكو، حضرة الضابط امسكوا بسرعة، أنا حفيدتي ضايعة بسببه هو. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.